هناك انتشار لكافة القطاعات والأجهزة الأمنية النجدة والشرطة الاتحادية وحماية المنشآت والمرور والدفاع المدني كلها منتشرة ضمن قاطع مسؤولية لتأمين الحماية إلى زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله أن ينصر العراق ويوفق العراق لما فيه الخير ويبعد الأشرار والظالمين والجهلة من الطرفين. إحنا كل إحنا شعب واحد، عراق واحد موحد. غدوا صوت.